كل واحد فينا عنده حلم، وممكن واحد يبقى عنده أكتر من حلم، بس النهاردة هتكلم عن حلم بيدهولنا ربنا، حلم بوعد، حلم بيترمي جواك، بيتزرع جواك، بيتغرس جواك، بتعيش لعمرك كله، بيبقى هو الدافع والهدف اللي بيصنع الحياة، بيصنع مشروع الحياة كلها مع ربنا. هديك مثالين من الكتاب المقدس، الناس خدوا حلم من ربنا، واحد مسك فيه ومسك في الوعد ومسك في الحلم، والتاني جه في وقت وعمل زي أغلبنا، أحبط، فشل، اتخلى عن الحلم، اتخلى عن الوعد. لكن تعالوا نشوف أمانة الرب لما يدينا حلم من عنده. في سفر يشوع أصحاح 14 ثلاث آيات من 10-13، شخصية اسمه كالب بن يفنة، معروف في الكتاب المقدس، بيقول إيه لما دخل أرض الموعد سنه 85 سنة؟ قال: والآن فقد استحياني الرب كما تكلم هذه 45 سنة من حين كلم الرب موسى بهذا الكلام حين سار إسرائيل في القفر، والآن فهأنا اليوم ابن 85 سنة فلم أزل اليوم متشددا كما في يوم أرسلني موسى، لما أرسلهم يشوفوا الأرض، كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الآن للحرب وللخروج وللدخول. شوفوا اللي ماسك في حلم، بيتمرن كل يوم، بيأكل كويس، عايش للحلم، بيصلي، بيعمل كل حياته وفق الحلم. يقول إيه بقى؟ فالآن أعطني هذا الجبل، هما بيقسموا الأرض، أعطني هذا الجبل، يقول ليشوع، الذي تكلم عنه الرب في ذلك اليوم، لأنك أنت سمعت في ذلك اليوم. وقال له، قال له: فباركه يشوع وأعطى حبرون لكالب ابن يفنة ملكة. تعالوا نشوف الشخصية الثانية بعدها على طول، داود، داود النبي كلنا عارفينه، اللي قعد لغاية سن 30 سنة من وهو طفل صغير لما اتمسح، مسح ملك، وفضل مطارد، وعنده مش الحلم بس، ده عنده مشروع إلهي عجيب إنه ممسوح ملك على الشعب. ملك إزاي وأنا مهان ومطرود، مش لاقي أكل، ولا أنا ولا اللي معايا، مش عارف يقعد مع أبوه وأمه، سابهم عند الفلسطينيين أمانة، ومطارد وتعبان، وعمال يسأل ربنا: إلى متى يا رب تنساني؟ وبعدين في الآخر ساب الحلم بتاعه كله، تخلى عنه، ما عملش زي كالب، راح عند الفلسطينيين وقال لهم: أنا واحد منكم، وأطلع أحارب شعب إسرائيل اللي بيقولوا إحنا شعب ربنا، أنا هبقى ضدهم وأطلع للحرب معاكم وأحاربهم. إيه ده؟ أنت سبت الشعب وسبت الوعد وسبت المسح اللي عليك، أنت ملك؟ قال: ولا ملك ولا أي حاجة، سبت كل حاجة. ويوما ما سأهلك بيد شاول، فأنا بقى بدل ما أهلك أنا روح أستحي نفسي عند الفلسطينيين وعيش معاهم، وأنا مش من شعب ربنا خالص. لكن يفضل ربنا أمين سواء مع كالب، مع داود، معايا أو معاك، لو الحلم منه، زي ما نشوف في الترنيمة اللي جاية. يقول إيه في صموئيل الثاني 5:2-3-4: وجاء جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك إلى حبرون، فقطع الملك داود معهم عهدا في حبرون أمام الرب، ومسحوا داود ممسوحا على إسرائيل. طب ما أنت ممسوح من 25 سنة على الأقل، كان داود من 30 سنة حين ملك، أو يمكن 20 سنة لو هو صبي صغير ساعة ما كان بيرعى الغنيمات القليلة. إيه ده؟ 20 سنة مطارد وتعبان وهو مسيح الرب. أيوة، تخلى عن الحلم، أيوة، زي كتير من اللي شايفيني دلوقتي، قال خلاص ولا عندي وعد ولا عندي حلم، والوعد مات وما بقتش أصلي حتى بيه. هو ده اللي الرب عايز يحيي النهاردة فيك لما هترنم معايا، ويأسس فيك حمد بإيمان جديد وانت بتقول: الحلم القديم اللي حلمته معاك صحي تاني في روحي وانا صاحي وياك، الحلم اللي مات وغاب عن الصلوات، الحلم اللي مات وغاب عن الصلوات، إن كان منك يرجع وتزيد فيا رؤاك، إن كان منك يرجع وتزيد فيا رؤاك، يا نوري وبك أرى ما رأيت لي، يا خيري معك يرى ما أعددت لي.
أؤمن بأن أرى جودك عمري، وسأشبه يسوعي، سأشبه يسوعي كحلم أبي. والوعد اللي مات واتسرب من الإيد، وكتير من الطلبات صارت حلم بعيد. حلمك فينا كبير يتحقق ويصير، حلمك فينا كبير كبير يتحقق ويصير. تمم قصدك فيا يا وعد المواعيد، تمم قصدك فيا يا وعد المواعيد. يا نوري وبك أرى ما رأيت لي، يا خيري معك يرى ما أعددت لي. أؤمن بأن أرى جودك عمري، وسأشبه يسوعي، سأشبه يسوعي كحلم أبي. الحلم اللي منك ثابت ويستعاد، والوقت في سلطانك ولإرادتك معاد تاني. الحلم اللي منك ثابت ويستعاد، والوقت في سلطانك ولإرادتك معاد. وطرقك عالية وخير وبتحد الشرير، طرقك عالية وخير كلها وبتحد الشرير. واللي صبر قدامك قدامه الأمجاد، اللي صبر قدامك قدامه الأمجاد. يا نوري وبك أرى ما رأيت لي، يا خيري معك يرى ما أعددت لي. أؤمن بأن أرى جودك عمري، وسأشبه يسوعي، سأشبه يسوعي كحلم أبي، كحلم أبي.